النائب يجيت ابن أختي وابنه يعتبر حفيدي. بعض الأغبياء عملوا له فخ مشان المصاري وخطفوا له يبتزوه، طلبوا منه 5 ملايين دولار فدية، بس مثل ما أنتم بتعرفوا لأنه القصة فيها ولد صغير كانت حساسة كتير وما حبيت غامر. أنقذنا الولد وهذا المهم والحمد لله، رجع الأهل ومنشكر ربنا على اللي صار. بس للأسف في هاي القصة اتصاوب أخوها لكنتي أصلي أشنار باشتباك ناري مثل ما سمعت، قوسوا عليه وانصاب. بتمنى له يرجع بالسلامة لبيته وشغله، وهو حاليا بالمشفى بعد ما عمل عملية جراحة. سيد نامر، سيد نامر، سيد نامر، تصريح صغير زكري، بس سيد نامر. وينك انت؟ عند المشفى، بدي خلص قصة جيم. بس في كاميرات، خايف على حالك كتير ما هيك جنيد؟ حضر قبرك لأنه بدفنك إذا ما رجعوا المصاري، عم تفهم؟ انتهيت يا جنيد، انتهيت عن جد هالمرة. أيوة نعم، نحن لازم نحكي. طبعا لازم نحكي، لأنه نسيت تقلي شكرا لما كنت خايف، بس مو مشكلة، عادي بالنسبة لي. وينك أنت؟ بالطريق رايح على بيتك. على بيتي؟ ايه بيتك، بدي اطمن على أذكور. لهيك منلتقى هنيك. ابني كيفه المفوض؟ طمني هو منيح؟ ايه طلع من العمليات بابا. يعني منيح، رح يتحسن، رح يتحسن ان شاء الله، رح يتحسن. منيح، ايه منيح. يلا لكن راح الشر ان شاء الله. بعدت رجالي ليدوروا على المجرم. رح يلاقوه لا تقلق، اكيد رح ياخذ جزاؤه. يلا برجع باتصل. والله يسلمك بابا، مع السلامة. وين إيهان؟ طلعت من 3 ساعات تقريبا. حكت إنها رايحة على شي محل هون ولا هون؟ لا ما حكت. طيب ماشي. لا يمكن الوصول إلى شخص المتصل. ايه وشو اللي صار بعدين؟ قالت لي اصلي انه هاي اللعبة، لهيك هن عملوا معنا هيك. عن جد؟ تسمحي لي ادخل؟ استني لشوف. يلا. سيد نامق؟ مرحبا، حبيت اطمن على أوزغور. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا لك. مرحبا يا حلو، شوف شو جايب لك جوات هالعلبة يا حبيبي. هي إلي أنا؟ لكان؟ يلا لنفتحها؟ نفتحها. حبيتها حبيبي؟ إيه حبيتها. ألف مبروك حبيبي. قلت له يبعد عني وعن عيلتي، قلت له يبعد عني وعن عيلتي. شو عم تعمل يا أخي؟ يلا يلا. ألو يا تار، كيفك؟ انشغلت عليكي. قولي لي أوزغور منيح؟ ايه الحمد لله، انا عندهم هلأ ببيته. اه فرحتيني كتير. ماشي، لكن ما راح اعطلك يا تار، اذا لازمك شي قولي. لا يسلم، شكرا كتير. إيجيت أهلا وسهلا، شوف زاننا السيد نامق. بيعرف بيعرف، خبرته قبل ما أجي. عن جد؟ أهلا وسهلا فيك إيجيت. عم قله للسيد نامق يبقى لنتعشى مشان نتشكره، بس ما كان يرضى، فقال له أنت بلكي بيقتنع معك. يمكن عنده شغل سونا، ما في داعي تصري.
عن إذنكن عطلتكن وأخذت من وقتكن كتير. يا تار قلسوم يلا جهزوا حالكن لنمشي من شان ما نزعجن أكتر من هيك بكفي. خلص خلص أنا هون موجود معك. قدي نمت؟ تأخر الوقت شي؟ نمتي ساعة تقريبا. رح روح شوف أخي لك. ما في داعي لأنه كنت عنده من شوي والدكاترة عنده ما تشغلي بالك أبدا. قليلي ما جعتي لجيب لك شي تاكلي إذا بدك؟ ما بدي. قومي يلا خليني وصلك على البيت لك. لا فرهاد ما بدي روح عن جد، ما فيني اترك اخي لحاله هون. هو ماله لحاله، الدكاتره والممرضات كلهم حواليه شبك. ما بيهمني حدا منهم ابدا. ممكن بترجاك ما تترك ايدي لانه بحس حالي ضعيفه. شو كنت عم تساوي هنيك؟ لأنه اتصلوا فيني لجيب المصاري. بس كان فيك تخبرنا. قالوا لي لا تخبر الشرطة وإلا فوراً رح يقتلوا أزجور. معقول أنا خاطر بحياة ابنك؟ كنا عرفنا كيف نتصرف. خاطرت بحياتي من شان أنقذ ابنك وهلأ قاعد عم تلومني بدل ما تشكرني. اتهامات وتلميحات. جيت على بيتك بدك مصاري، عطيتك عطيتك 5 ملايين دولار. شو أخذت مقابيلن؟ بست إيدي بلا نفس. ليش؟ يا خسارة وبس. يلا خلونا نمشي. اسمع، انسى المصاري. رح أدفعهم. ما عندي شك بهذا الشيء، بس هي ما لقيمة. أزجور هون ومبسوط كتير، هذا هو المهم. الحمد لله على سلامته. الشي اللي عملتوه انتو انا كتير صعب سامحكن عليه. ما طلبنا انك تسامحنا. شايفكن رغم الذنب صوتكن طالع. انا عندي ذنب واحد بهالدنيا، واحد، وانت بتعرفه منيح. ما بدي خناق ابدا. انتو الاثنين وطوا راسكن قدامن جوا. جرب خلينا نوطي راسنا. يا تار شوفي قلسوم طلعي على البيت. تعرف مين هاي قدامك؟ قلسوم؟ لا، هي تار من 30 سنة. حملت مثل أمها من واحد كلب ولقيت الحلاق نجدت ليحميها. أو لقاها، قال نصيب البنات مثل نصيب أمهاتهم دائما. طلع منيح. طلع مثل لما طلعت وراك لما تركتني لنجدت وقتها. بس الحمد لله لأنه عابدين طلع شهم مثل نجدت. بقى قلي هلأ مشان أي ذنب رح نوطي راسنا.